مرحبا، أنا عصام، أعيش الآن في كوخ الجميل فوق شجرة. ماهر وسامر يقومان بزيارتي يوميا. عصام، عصام، أين أنت؟ ها عصام؟ أين هو؟ كنت أجهز طعام الفطور، هل تريد أن تأكل؟ شكراً، لا أريد أن أكل، أحضرت بعض الشطائر اللذيذة. شطائر؟ إذن سأترك هذه لوقت آخر. شكراً سامر. تبدو لذيذة، إنها لذيذة. لذيذة. عصام، ألم تغسل وجهك؟ وجهي؟ لم تفعل؟ ما انتظر لحظة، سأحضر لك. هذه لك. مرحبا، حصلت عليه هذا الصباح، حليب لذيذ. أنت تأكل بسرعة عجيبة. هل كان لذيذا؟ خذه. دودة الربيع، شكرا لك. يا إلهي، هل أنت بخير ماهر؟ أنا بخير، هيا إلى المدرسة. هيا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أكلت كثيرا. ماذا؟ آسف، كنت أنسى أن أطعمك اليوم، آسف جدا. هيا بنا، هيا إلى الصيد، هيا. صيد جيد. أعطني واحدة بعد. لا لا، انتظر لحظة، ما اسمك يا أنت؟ عصام. ستحصل على قطعة ثانية. شكرا لك، شكرا. ألا تذهب إلى المدرسة أيها الفتى؟ لا، يجب أن تذهب. والدي لم يطلب مني الذهاب إلى المدرسة، المدرسة للأولاد غير النافعين، المدرسة لا تساعد على كسب العيش، هذا هو رأي أبي. ماذا يقول الإعلان سيدي؟ ألا تستطيع أن تقرأ؟ بلى أستطيع، ولكن نحلة لسعتني في عيني، إنها تؤلمني. الملقب بالأخطبوط مطلوب. أخطبوط؟ ماذا فعل الأخطبوط هذه المرة؟ سرق مالا من المدينة المجاورة لنا. هذا مخيف. أخبروني فورا، فورا عندما ترون هذا الرجل، مفهوم؟ أجل. سمعت أن الأخطبوط حاول قتل الشاهد الذي وشبه، إنه مجرم بالفعل، وسمعت أنه متنكر بشكل جيد أيضا. الأخطبوط يقتل من يشئ به. هيا بنا إلى البيت. هيا. التأليل تؤلمني كثيرا يا سامر. أخبرني العم صادق عن علاج. حقا، قل لي ما هي الطريقة. هل تريد أن تجرب؟ أجل. تذهب إلى الخربة منتصف الليل تماما ومعك قطة ميتة. أنت خائف، أليس كذلك؟ لست خائفا، الخربة مكان مهجور مخيف. أنا الأخطبوط المطلوب للعدالة. استسلم. علمته درسا لن ينساه أيها الأخطبوط. لا تقلق، ألا تعرف بطش الأخطبوط؟ من هناك؟ من هناك؟ ماذا؟ إنه فأر. لا
لا أريد رؤيته. ألا تذكر أني أكره الفئران والزبيب؟ ارميه بعيدا. هيا. لم أكن أعرف أنك جبان. عاد الأخطبوط إلى القرية. جروح قائد الشرطة بليغة. أجل، إنه لا يستطيع الكلام ولا أحد يعرف من فعل هذا به. إنه أمر الله. أوه زهرة، ماذا تعرفين عن الصداقة؟ الصداقة؟ ماذا تعني؟ تعرفين أننا من حي واحد. بلى. والواحد منا يشعر بمعاناة الآخر. طبعا ماهر. واعلمي أنه عندما يساعد أحدنا الآخر إذا كان في مأزق يكون صديقة. أنا مسرورة بكلامك. لا يمكن أن يكون الصديق في مأزق ولا يساعده الأصدقاء. قد فهمت جيدا معنى الصداقة. حسنا، والآن أخبرني عن أصدقائك في الحي والمدرسة أيضا يا ماهر. لماذا؟ لأن أصدقائك سيكونون أصدقائي. أصدقائي؟ عصام وسامر وأنت. شكرا لك ماهر. سنكون مجموعة نساعد بعضنا ويقف أحدنا إلى جانب الآخر. حسنا. ماهر؟ علاء؟ ألست من أصدقائكم؟ فلماذا لم تذكر اسمي؟ في الواقع أنا ماهر؟ فعلا علاء صديقتنا، لماذا استثنيتها؟ أنا أعتذر، نسيت أن أنت لست وفيا. أرجوك انتظري زهرة، انتظري علاء. زهرة، عصام، ماذا حدث لك؟ أخبرني. أرجوك اتركني نائما. ماذا حصل؟ قلت أرجوك. عصام، مرحبا. حدث شيء لعصام. عصام، هل أصابك زكام؟ دعوني في السرير. يريد البقاء في سريره؟ يردد هذا منذ الصباح. أجل، أنا أريد البقاء في السرير أيضا. هل تشاجرت مع زهرة؟ لا، لماذا؟ لأن انسى الموضوع، لن أهتم بصداقة الفتيات بعد اليوم أبدا ولو قليلا. حقا؟ أجل، ولأني رجل لا يوجد أفضل من صداقة الرجال أبدا. عندي فكرة جيدة. سوف نكون فرقة الإنقاذ. فرقة إنقاذ؟ إنقاذ؟ مزاجي سيء هذا اليوم. انظرا، تلك السفينة هي سفينة القراصنة ويجب محاربتهم. سامر، أشعل النار للاستدلال. عصام، أشعل النار للاستدلال. نار للاستدلال. عصام، هذا يكفي. جيد، لقد انتهينا من النار، والآن كلمة السر. كلمة السر ستكون المنقذون. 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 استعدوا للإطلاق. استعد. أطلق. لقد نجحنا، أصبنا الهدف. جيد، حاول من جديد. جيد، من الآن فصاعدا نحارب يدا بيد. يوبي يوبي يوبي. انتظروا، يبدو أنكم قراصنة أيضا. لا، بل نحن فرقة للإنقاذ من الأعداء. إذا لم تعتبرونا أعداء فانضموا إلينا لنشكل فريقا واحدا للإنقاذ. ما هي كلمة السر؟ كلمة السر؟ وكيف أعرفها؟ إن لم تعرفها لن تنضم إلينا. إن كان هذا رأيك سنتقاتل أيها الجبان. هذا ممتع، سنعرف من هو الجبان. ما رأيكم بالذهاب إلى منزل الغابة؟ منزل الغابة؟ يوجد منزل بعيد في جنوب القرية، حتى الكبار لا يقصدونه.
سنذهب إلى هناك عند منتصف الليل. هل أنت خائف يا ماهر؟ لا لست خائفا. وماذا سنفعل هناك؟ سنضع علامة على الجدار. سنفعل ذلك، ما رأيك؟ موافق. ماهر، الحفلة مستمرة، لا أستطيع الخروج الليلة. يبدو أن سامر خائف الليلة. هل تنوي الاستمرار في المهمة ماهر؟ طبعا، اثنان من فريقك لم يظهرا. الجبناء يبقون في منازلهم. أعتقد ذلك. هذا هو المنزل، ابدأ من هنا وضع إشارة على أي حائط داخلة. اتفقنا؟ أجل. إذن نحن سنذهب من هذه الجهة. هيا بنا عصام. هيا، إذا كلمة السر المنقذون. المنقذون، هيا. ألست خائفا؟ ماذا؟ طبعا لا. هل أنت خائف عصام؟ لا، في الواقع قليلا. ماذا؟ ماذا قل؟ لا شيء. ماذا حدث؟ عبود، بدأت أشعر بخوف رهيب. عبود، لقد وصلنا زياد، المنزل قريب جدا من هنا. عبود، لا بك زياد. عبود، أنا خائف، هل سنذهب من هنا؟ طبعا. لا، لن تفعل ذلك، لا أريد أن أفعل ذلك. قف عن الكلام واتبعني، هيا بنا. سيون ما هناك. أنا خائف، أشياء غريبة تحدث هنا. كفى، كف عن ذلك. زياد، لا تشدني. قلت لك لا تشدني. أنا لا أشدك عبود. هذا هو المكان؟ أجل، عبود وزياد لم يصلا بعد. هاي انتظر. ماذا عن هذا الجدار ماهر؟ أعتقد أنه مناسب. شكل غريب عصام. لا يبدو أنه شخص ولا بط. من هناك؟ لنختبئ. من هو هذا الرجل المخيف؟ إنه قادم. اخرج أيها الأخطبوط. أيها العجوز، أنت شديد الحذر، لا يوجد أحد هنا. أنا متأكد أني سمعت وقع أقدام. لابد أنك بدأت تهذي. أيها الأخطبوط، لا أريد أن أكرر كلامي، لكننا كسبنا الكثير هنا، لماذا لن نغادر البلدة؟ تعال. أيها العجوز، كم مرة تريدني أن أكرر كلامي حتى تفهم؟ لا أطيق هذا.
عدت إلى البلدة حتى أنتقم منه لما فعله بي وليس بسبب المال. فهمت، لقد فهمت. أبعد يدك عني أخطبوط. لا تدفعني لتكرار هذا، مفهوم؟ مفهوم، قوتك هائلة. ما هذا يا عصام؟ إنه الأخطبوط المطلوب للعدالة، إذا وجدنا سيحاول قتلنا كما فعل مع قائد الشرطة. ماذا قال؟ هيا لنهرب. هيا. من هناك؟ أسرع. تعال إلى هنا، انتظر. يطلب منا الانتظار. أنا امزح. يبدو أنهم أطفال. تبا. لم أعد قادرا على الركض. ماذا تقول؟ هل تريد أن يصل إلينا؟ يصل إلينا؟ لا. يا ماهر، رأيته يهاجم قائد الشرطة في المكان المهجور. ما هدفه يا ترى؟ ماذا يريد يا عصام؟ لا أعرف، ولكن كيف يجب أن يبقى الأمر سرا؟ ماذا؟ إذا أخبرنا أحدا سيعرف أننا شاهدناه وسيبدأ بملاحقاتنا للقضاء علينا يا ماهر. أجل. لا تقلق، لم يرنا. إذا بقي الأمر سرا بيننا لن يعرف بالأمر أبدا. هذا صحيح. هاي، سأقول لك شيئا. ما هو؟ لن نخبر أحدا أبدا بما حدث معنا الليلة. إنه وعد شرف يا عصام. ها؟ حسنا. صباح الخير عصام. سامر، صباح الخير. حاولت الخروج من المنزل لكني لم أفلح أبدا. كيف كانت رحلتكم بالأمس يا عصام؟ خفنا الاستمرار حتى النهاية كما توقعت. وعبود أيضا؟ لقد خيبت أملي. لو أني كنت معكم يا عصام لأنجزت المهمة بنجاح. على فكرة، كيف حال الثأليل؟ مدوات العم صادق نجحت. حقا؟ جيد، هذا يسعدني. أشكرك على مساعدتك لي سامر. يجب أن أذهب إلى المدرسة. أراك لاحقا. إلى اللقاء. آسف سامر، لم أستطع أن أقول لك ما حدث معنا. لم أستطع إخبار سامر بالسر الكبير. لقد وعدت وعد شرف، ووعد الحر دين عليّ.